الناس اللي كانوا بيصلوا الجمعة في القيادة العامة في الشمس وفي رمضان افتكر انه ديل ما كانوا كيزان ولا كانوا كيزان؟ ديل الكيزان؟ ديل ما الكيزان؟ ولا كانوا شيوعيين لانه صلوا. اذا ديل لا كيزان ولا شيوعيين. وانتوا كلكم بتقولوا انه النظام بتاعكم والاسقاط والثوره عملوها ديل. كانوا بصلوا ولا ما بصلوا؟ كانوا كيزان؟ ما كانوا يخلوا الصلاه. عشان يثبتوا للشيوعيين انهم واقفين معاهم. بعدين بحجة ثانية أعرف تماما إنه الناس كانت لظروف اقتصادية محضة وقفت مع ما يسمى بالثورة وعندكم أنتوا بتسمى المجيدة إحنا عندنا لا مجيدة ولا أي حاجة ومش دي براها مش دي براها أي ثورة قامت في هذه البلد أو في غيرها كلها فساد وشر ما في ثورة فيها خير اطلاقا لا ثورة ديسمبر بتاعت الشيوعيين ولا القبالة ثورة 89 بتاعت الكيزان ولا قبالة الثورة الجوفية الشلة بتاعت الشيوعيين مع نميري ولا غيرهم ما في ثورة جاءت بيوم خير قط ولا تبنى بلاد بثورة ولا تبنى بلاد بمظاهرات ولا بخروج على حاكم إنما تبنى البلاد بالعلم وتبنى البلاد بالمنهجية وتبنى البلاد باحترام التخصصية وتبنى البلاد بسواعد أهلها لكن أي زول محرشين وناس من برا وعنده أسياد خارج الحدود يمدوا بالمال عشان يجي يفسد وهم يستفيدوا ده لا يمكن يصلح بلد ولا يمكن يوم من الأيام نحن نقيف مع ثورة أيا كانت مش نقام بها شيوعي لو ثورة الليلة قاموا بها هيئة كبار العلماء نحن ما بنجيف معاهم لأنه دي فساد في الأرض نحن الحقيقة بنقولها وما مدسين من منهجنا منهجنا واضح جدا ما مدسين منه نحن ضد أي ثورة تقوم لأن هذه الثورات فساد وربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالصبر أوصانا بالصبر وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نحن بالصبر بنبني بلادنا وبنأسس عقيدتنا وبنحمي حياض بلدنا وبنربي أولادنا على القيم وعلى الأخلاق بالصبر ما إحنا ما أصحاب فوضى ولا أصحاب ثورات والليلة لو كان في ناس دارين يستغلوا نقدر نحن للقرايدة أو غيره عشان يطلعوا بين الناس ثورة ويطلعوا بين الناس الشارع نقول لهم خبتم وخسرتم وما بنقف معاكم ما منهجنا نحن اطلاقا منهجنا نقول كلمة الحق فيما يجوز لنا وفيما هو مشروع انه نتكلم عنه